الضاحية كانت عبارة عن مثل ما بيقولوا حديقة لرفد المدينة بالخضروات والفاكهة، كانت كلها بستين. ضلينا للستينات تقريبا نصف المنطقة عنا هون بواسطة دهر بيروت عن طريق قناطر زبيدة. كانت مشهورة بالمزروعات، كل مزروعاتها ينزلوها أصحابها على طنابير وشوية إنتاج حليب وأمور من هالنوع. يروحوا على الجنوب يجيبوا الطبق يصنفوه ويعملوه هن، ومع الوقت اجت الشركة الفرنسية وأخذته منهم، واللي صار هو فيما بعد الرجيم. أنا بس يجيني مرضى كبار بالسن بيقعدوا بيحكولي عن بساتين الليمون وعن الورد اللي كان بالضاحية، وكانوا بس بدهم يروحوا يفسحوا عن نفسهم كنا نروح على الضاحية الجنوبية. بقولولنا كان في كتير مي، بيطلعوا مي، فكانت طبيعتها حتى الطبيعة كانت مختلفة أكتر. كان عنا المشروع إيكوشار إنه يتعمر 40% فقط من مساحة الأرض، يبنعوا العمار يتركوها للزراعة، يعمروا بالجبال أو بالتلال، الارتفاعات تعطي مجال إنه ما يصيرش في اكتظاظ بال، بينما بالساحل هيدا المفروض كانوا يتركوه. هذا هو نادي الجولف اللي حمى هذه المنطقة كلها. كان هذا الخضار ما بتصدق قد ايش اخضر. هلا بتعرف ليش عم بيصير في نوع من النشاف؟ بسبب المياه المالحه. نص جنينتنا يبسط الشجر اللي فيها بسبب المياه المالحه. تقاعس الدوله وزياده السكان اللي بسبب الحروب والمشاكل، سميها الامنيه الاجتماعيه الاقتصاديه، خلقت هالمشكله هيدي انه اليوم اهالي الضاحيه بلا مياه. بساد واهل بنت جبال نزلوا، تحولت كل معامل الاحذيه تحولت على حي ماضي وعلى شارع معوض، عدا المعامل طبعا اللي كانت على خط التماس القديم والى اخره. اسرائيل احتلت فلسطين، في كتار لبنانيه كانوا عايشين بالداخل هربوا، وفي عنا القرى السبع اللي ضمتها اسرائيل إليه، القسم الاكبر منهم اجى على الضاحيه وسكن بالضاحيه. اقطاع ديني، اقطاع سياسي، اقطاع اجتماعي، هجر الناس اللي كان ياخذ هالاراضي كلها بالبلاش او يرهنها او ياخذها بالربا او ياخذها بالاغتصاب، فكانوا بالواقع يلاقوا حالهم انه ما عاد عندهم لا حقول ولا عندهم بساتين ولا يقدروا يربوا بقر ماشيه، انعدمت كل الفرص قدامهم. ما كان في مدارس، ما كان في مستشفيات، ما كان في جامعات، ما كان في مصانع. يوم اللي صارت المجاعة الكبيرة كان في موجة جراد كمان هجمت أكلت كل الأخضر، الناس وصلت محل الجوع ما بقى فيه تاكل، يعني الناس عندها أراضي كتير ولكن ما في محاصيل، ما في شيء. إذا منطلع الجنوب جميل، البقاع جميل، الشمال جميل، لو وفرتي له العمل بأرضه ببلته أكيد ما بيهاجر. طلع الطبيعة ما أجملها، شو فيها؟ في أجمل من هالطبيعة؟ إنسان بيفكر بمنطق. طب ليش الناس تركت هون ونزلت على بيروت وراحت على الضاحية وعلى غير محلات، مضطرت تعيش ببيوت ضيقة ما فيها شجرة ما فيها شيء، اضطرت لتشتغل لأنه ما كان في شغل، ما في مجال تطلع مصاري لتعيش لتاكل. لما اجت 48 نكبة فلسطين صار في نوع من 600-700 ألف مواطن فلسطيني اجوا نتيجة قرار قيام دولة إسرائيل. اللي سرع النزوع هو التعديات الإسرائيلية على الجنوب. الشيعة منهم أكثرهم نزحوا إلى الساحل الجنوبي، بينما الباقيين قسم نزح على عين الرمانة، قسم إجا على رأس بيروت، قسم راح عشوني، فهدول كانوا راحوا على المناطق المسيحية. الفلسطينيين بهالفترة هاي مش بس سكنوا بالجنوب إلا أنهم امتدوا إلى ضواحي بيروت بين هالناس الفقراء البسطاء اللي مثل حكايتهم. كانوا أهل الجبل ينزلوا لعند سكان المنطقة ياخذوا من عندهم الشرانق، وفي منهم يشتروا منهم الحرير وتوت، فكانوا يقولوا نازلين لعند الشياح
يعني للأشخاص يلي بيشيحوا الأز، فمن هون اجت تسميتها لمنطقة الشياح، ومع الوقت صارت كلمة الشياح مش الشياح. المنطقة اللي هي ضواحي بيروت بنسميها ضواحي بيروت الجنوبية، لأنه في ضواحي شمالية وشرقية، كانت منطقة بالواقع محصورة بين الشويفات، بين كفر شيما، بين خلدة، بين سي الحدث وبين لوزاعي. لوزاعي هو ساحل الضاحية. الإمام عبد الرحمن الأوزاعي رضي الله عنه هو من كبار أئمة المسلمين منذ 1350 عام، فهو يعتبر من الرعيل الأول. ما كانت اسمها لوزاعي، كان اسمها قرية حدوس، من أيام الرومان كان لها هالتسمية. كان يأتي نائيا إلى هذه القرية البعيدة في ذاك اليوم لسببين: أولا تعليم أبناء المنطقة، وهو نوى الرباط، والرباط هو المكوث على ثغر من ثغور الإسلام في منطقة يتوقع منها هجوم العدو. لوزاعي كانت في الواقع مصيف بيروت، فكانوا الناس يطلعوا خاصة وقت أربعة أيوب الاحتفالات المشهورة، مأكلهم وأفراحهم، يطيروا التيير الورقية ويعملوا الأكل البيروتي المفتة الحلوة المفتة. كانت من المنطقة مليئة بالعرازيل، يجلسون فيها متنسمين هواء البحر ويمارسون رياضة السباحة باعتبار البحر قريب. كنا نجي نسبح بها المسبح، هيدا كان اسمه هيدا سان سيمون، من أرقى المسابح في المنطقة كلها. لما بيحكوا عن الرمل العالي، هيدا جبل من الرمل الأحمر، وللأسف مفروض كانت تنعمل عليه دراسات إنه شو السبب لبنان الأخضر ككل اللي ما في مناطق صحراوية، شو السبب إنه هالكتلة الرمل الحمراء موجودة من كانت خلدة وصولاً لتلت الخياط. الرمول انباعت كان للعمار، للورقة العمار، الكميونات رايحة جاي وهي عمالة تاخد الرمل من هالمنطقة هذه كلها سوا، لحين إنه هالرمل هيدا انجرف وصار بالذاكرة. كان يفصل برج البراجني ويفصل التحويطة هو هالرمل العالي عن البحر، سور طبيعي فعلا، يعني ارتفاعه يمكن 20 متر 25 متر. كان بآخر عهد رئيس كمال شمعون يعني، وكان غض النظر من محافظ جبل لبنان في ذلك الوقت. كانت الأوقاف تمتد لطريق صيدا القديمة ولعند خلدة، ولكن اقتطعها الاستعمار الفرنسي واقتطعها السارقون من أبنائنا الذين يتولون الأمر فيسرقون أموال الدولة والأوقاف. ابتدع الفساد من أيام الفرنسيين وقبل من أيام العثمانيين طبعاً، فكان الفساد عم يستشري. فكانوا يتعاملوا الفرنسيين يتعاملوا بنوع من الانحياز إلى طوائف معينة على حساب الطوائف الإسلامية الثانية، لأنه الطوائف الإسلامية بشكل خاص كانوا بالواقع عروبيين ميالين إلى الاحتفاظ بعلاقتهم مع بلاد الشام، فتوجسوا منهم الفرنسيين بالطبع، وخاصة أنه لقوهم خزان لمقاومة الانتداب الفرنسي. الوالد قرر أن يخوض معركة انتخابية ويترشح لمركز في الساحل الجنوبي، وكان شعاره اطردوا الفرنسيين. طبعاً ما نجح لأنه كانوا من الفرنسيين هم الحاكمين. ب 58 لما نشأ الصراع بين كميل شمعون اللي كان معارض رئيسي لسياسات عبد الناصر، واللي كان بده يدخل لبنان بالحلف، حلف بغداد يعبته، كان هو أحد الأشخاص اللي قام على شركة كهرباء في لبنان اللي كانت بلجيكية، وكان هو السبب تحويلها للحكومة اللبنانية. هو قام ضد شركة الرجيل كانت فرنسية، هو قام ضد شركة المي، فكان يعمل لمصلحة الشعب كلياً. حاول أيزنهاور الرئيس الأمريكي يضغط بكل قوته هون، رفضوا الناس هون، وأنه يكون لبنان قاعدة للسلطة الأجنبية وللعبالات الأجنبية ضد التيار الناصري والقومية العربية. فسنة 52 كميل شمعون ألغى المقعد الشيعي في الساحل الجنوبي جبل لبنان حتى يزيع الوالد من الصورة، فذهب عبد الله الحاج
وأعلن تشريحه عن مدينة بيروت، أخذ أصوات أكثر من سامي الصرح اللي كان رئيس وزارة. صار في انقلاب 14 تموز ببغداد بالعراق، وقضي على الأسرة الحاكمة فيصل الثاني ونور السعيد. سنة 58 قطع الأمل كلياً بأنه يكون في نواب يسهروا على مصالح الشعب، فقرر الانعزال من السياسة وراح أسس جمعية مزارعي التبغ في الجنوب، لأنه كانت شركة الرجيه تستغلهم. أنزلت بريطانيا قوات بالأردن، وأنزلت أمريكا قوات على شاطئ الوزيعي والرملة البيضاء من المارينز، فرقة كاملة بحدود 15,000 جندي هناك لدعم حكومة شمعون، لمساعدته ضد الفئة الثانية اللي كان فيها ناس يساريين واشتراكيين وعبد الناصر وجماعته. فاجت سفن ونزلوا، نحن جينا تفرجنا عليهم وقت نزلوا، كنا بعدنا شباب صغار وقتها. إلى أن تم التفاهم بين نظام عبد الناصر والنظام الأمريكي على قيام حكومة فؤاد شهاب، واختيار رجل إلى حد ما ما بينحاز لا هون ولا هون. لو بال 75 يوم اللي بلشت الحرب الأهلية كمان أهلي اضطروا يطلعوا من الضاحية. تحسي هون ناس وين ما عم بيروحوا كانوا عم يتهجروا، دايما في شيء عم يلحقهم. صار في توقف بالحرب قصري بسبب قطع الطرقات. فجأة المدينة انقسمت قسمين، منطقة شرقية ومنطقة غربية. وأكثر الناس كانت بهيديك اللحظة حتى ما عم تقدر تستوعب الموضوع. الكنيسة هون تسكرت ب 13 نيسان سنة 1975 مساءً، كان اندلاع الأحداث، كانت خط تماس وكانوا يقولوا محور كنيسة مرمخيل الشيعة. ربيت ببيت بمروم مسك على خط التماس، كان في كتير شباب وولاد يكونوا ماشيين ويتقنصوا، كنا نخاف منها هيدي الشغلة. نروح كنا عم نلعب فوتبول مثلا، نكون حاطين على سقف البنايه مثل زينكو مشان ما يجي القناص يقنصنا نحن وعم نلعب. كنا ننزل الاولاد على التابق الارضي ونقعد نص ساعه ساعه لحتى يقف القصف. كنا بس نروح على الجامعه اليسوعيه نطلع من ورا البيت نعربش على السلم لنوصل على البيت، وتحت القنص نروح على المتحف بس والدي الله يرحمه أبى إنه نترك البيت بالضاحية. كان يقول إنه هيدي بلدنا وهيدول أهلنا. بعد حرب 75 لما هجروا جماعة من منطقة النبعة ومن منطقة النهر، إجوا كلهم على سان سيمون هالمنطقة وسكنوا. إجاني مرة بي تلميذ قال لي عندي 4 أولاد بدي سجلهم. قلت له والله ما عندي محلات، شو بدي اعمل لك؟ نزلت لقيته واقف على كعب الدرج عم يبكي. قلت له شو بك مريض؟ قال لي لا ما بني شيء بنرفزي. قال لي انا طلعت بلا تعليم، اولادي كمان حيطلعوا بلا تعليم. قلت له طلعوا. طلعته سجلت له اولاده واعطيت لكل تلميذ كرسي مش طبقه. ليه؟ لان ما عنديش إمكانية إنه حط طبقة له. المؤسسات التي أنشئت في الضاحية الجنوبية كانت تتنوع إلى مؤسسات لها علاقة بإيواء الأيتام الذين شردتهم الحرب وكانوا عرضة للاستغلال المتنوع، إلى مدارس تؤمن التعليم الذي يستغني به الإنسان عن أن يكون تابعاً بحيث يحتاج إلى واسطة من هنا وهناك. هي لم تؤسس أصلاً للأيتام فقط، وإنما كانت التأسيس كمؤسسات عامة. الأيتام جزء من هؤلاء الطلبة. لما كان لبنان تحت الاحتلال وجدنا أنه بدأت ظاهرة جديدة في لبنان، ظاهرة المقاومة، ظهرت حركة أمل أيام السيد موسى سطر، بدأت تعمل فعلها المقاوم ضد إسرائيل. نحن كرابطة كلية الفلسفة كنا نقيم مظاهرات تأييد للحقوق الفلسطينيين ولعودة الفلسطينيين إلى ديارهم.
مع أنه اليمين ما كان مع القضية. قسم من اليمين كان أحياناً ما يتجاوب بالدفاع عن القضية، قسم من اليمين. أما نحن المستقلين كنا عم نمشي، كنا مندافع عن القضية الفلسطينية بدفاع شرس، يعني فرقة 16 تجي تتفرق المتظاهرين، ناكل إشي اللي ناكلها نصيبنا. نشأت حركة فتح بسنة 1961 بالأردن، تراضى الملك حسين سنة 70 بأيلول الأسود وقضى عليها، أنشأوا لهم كياناتهم المسلحة بجنوب لبنان بأرض العرقوب يلي فتح لاند كانت امتداداتهم بالضاحية بالمخيمات. السيد فضل الله كان الموجه الأول للحركات الإسلامية في العالم العربي، وفي مقدمتها كانت قضية فلسطين، والجنوب اللبناني في العام 82 أصبح أيضاً محتلاً واحتلت العاصمة، وبالتالي كان هناك الخطاب الاستقلالي التحريري المقاوم كان يتم تنظير له في ذلك المنبر، ولذلك من الطبيعي أن يوجد هذا الإنسان في موقع الإزعاج الكبير لهذه السياسة الأمريكية، كما قيل إن فضل الله أصبح مزعجاً للسياسة الأمريكية وعليه أن يرحل. الضاحية صارت خزان مقاومة، ب82 احتلت بيروت ومرق الاحتلال من الضاحية وبخلدي وبالوزاعي، فكانت حركة مقاومة عظيمة جدا، معارك مثل ما هي بالضاحية. الحاضنة هي الأم إجمالا، وولادة المقاومة حينما كانت في الضاحية ولدت بالمقاومة، لأن أول المعارك اللي صارت انطلقت من الضاحية، اللي كانت أول مواجهة كانت على حدود خلدة. أهل الضاحية كانوا هن الحامية الأساسية ليحتضنوا المقاومة، ولهيك كانوا هن أول الناس اللي انخرطوا في عمل المقاومة، لهيك ما في بيت ما في عائلة بالضاحية ما فيها شهداء. ظهر سنة 83-84 حزب الله المقاومة الإسلامية. هالمقاومات هي كان الهدف الرئيس لها هو تحرير أرض لبنان. بالمناسبة بهيدي المنطقة مثلاً خلقت خطوط التماس القديمة بالشياح الأغنية الثورية الملتزمة، يعني هونيك أغاني أحمد قعبور وخالد الهبر، أغاني مارسيل خليفة، هونيك انطلقوا. مثل ما إجت اليوم المقاومة الجديدة من قلب هيدي الأحياء انطلقت يعني فرقة الولاية والراية. هذا جزء من شغلنا هو موضوع نشر الثقافة، وخاصة الثقافة اللي لها علاقة بالمقاومة، فن المقاومة، سينما المقاومة، معرض المقاومة، بوستر المقاومة، بالإضافة إلى أدب المقاومة وشعر المقاومة. أكيد ركب قصة ونوع مسلسلات جديدة، ركب نوع من الفن كمان المختلف عن بتصورنا عن الفن الإسلامي الملتزم الضيق، يعني لا بيشبه هوليك ولا بيشبه هول، بيشبه حاله. واضح انه لا، في المقاومه عم تعمل ثوره على جوانب تانية. بدا استهداف السيد فضل الله من قبل الجهات المتعاونه والعميله للبعث العراقي انذاك، كان نظام صدام حسين، وتعرض السيد لاكثر من محاوله اغتيال، كان اهمها محاولتان. الاولى كانت محاوله اغتيال عبر هجوم مسلح على المنزل، وهناك استشهد أحد المرافقين ويدعى الشهيد حسن عز الدين. هاي كانت مدرسة المار يوسف، يعني هون تابع الحارة، وحدا مدرسة لرهبات عبرين. كل بنات الحارة المسلمين والمسيحيين كلهم كانوا يتعلموا عند الرهبات. سنة 1982 استهدفت من قبل العدو الإسرائيلي. كلير عمره 117 سنة هون. نحنا كان عنا رسالة المحبة مستوصف مجاني، وهون كان في ما يتميت بنت هيك من شامين نايمين بتقدم له كل شيء. كنت وقت الانفجار في تقريبا في 11 من العمر، صادف أني كنت في الطريق في مكان الانفجار، لكن الحارس الذي كان يقف أمام مبنى الذي يسكنه السيد فضل الله قال بأنك لابد أن تتأخر قليلاً إلى الوراء، لأن هذا الوقت هو وقت موعد مجيء السيد من المسجد إلى البيت، وبالتالي قد تدخل السيارات
بشكل سريع وبالتالي تتأذى. لم ندري ماذا حصل في ذلك الوقت، سواء أن الغبار قد عم الأجواء، بعد ذلك عرفنا بأن هناك انفجارا كبيرا في تلك المنطقة، لأن القريب من موقع الانفجار لا يسمع عادة الموجة الانفجارية. أذكر أيضا يوم من الأيام كانت هناك نوع من الطرد الذي رمي في أمام المبنى، المبنى الذي نسكنه، وكنت أراقب أحد الأمنيين، وكان في وقتها الحاج مصطفى بدر الدين رحمة الله عليه كان هو الذي يزحف على الشارع. طليت من فوق من الشرفة ووجدته يزحف باتجاه العبوة ليفككها آنذاك. المحاولة الثانية كانت عبارة عن صاروخين موجهين، وكان السيد نائما في السرير وتناثر الزجاج على وجهي آنذاك، فاضطر السيد على أثر هذه المحاولات إلى الانتقال إلى بئر العبد، وكانت المحاولة على نحو أكبر. من الانفجارات اللي ما بتنتسى واللي كثير مهمة بتاريخ الضاحية، والانفجار اللي استهدف السيد محمد حسين فضل الله والجامع بئر العبد والمصلين. وفعلا أنا كنت يوم بشتغل المستشفى عكا جزء من شغلي، وكان اللي هو على جسر المطار، وجابوا أعداد كبيرة من الجرحى ومن المصابين وحتى من الناس الشهداء اللي ماتوا. فكنا عم نشتغل، وكنت واحد عم ضل يتحرك أو واقف بطريقي، وأنا أقول له أخر، في عنا شغل بدنا نشتغل، في جرحى، في مصابين، في مكسورين. هو يأشر إلى الخلف، يأشر للخلف. بعدين آخر شيء طلعت عليه لقيته نصه من ورا رايح بالقصف بالشظايا ومش عم ينزف لأنه محروق، بس كان عم يشير لأنه هو مش واقف عم يعترض طريقنا، بمقدار ما أنه عنده إصابة أكثر من كل الإصابات. حرب تموز كان الميزة الرئيسية فيها إنه احتمال إنه نخلص من الموت، هذا احتمال قليل جداً، يعني حرب تدمير وفناء. أول ليلة ضربت الطيارة رومبوان مرمخية، كانت عم تستقبل كل الأشخاص يلي عم ينزحوا من هون. غادرنا الضاحية على منطقة قريبة جداً على جسر المطار، ولكن كمان لحقنا الإسرائيلية على جسر المطار وقصفوا جسر المطار، وبالتالي عطلوا مستشفى الساحل، المكان اللي هو مفترض أنا أعمل فيه دوام واشتغل فيه. فنقلنا إلى مكان آخر بمنطقة مشرفة على البحر، فكان كل قصف كأنه بالبيت. أيام القصف اللي كان علينا، أنا جنب النادي وقعت البناية بالشياح، هذا المبنى 75 شهيد دغري بلزق النادي عندي، كانت المجزرة. نحن كنا فاتحين النادي وعم نتمرن، سكرنا شي الساعة 7 وشوي ونحن وفلين، ونزلت نزلت البناية. بلشنا نشتغل على موضوع الحملة الإعلامية، وكان شعارنا يومتها نصر من الله. كان إلى صدى حلو، يعني أنه هذه الحملة كان محضرة تحت الضرب وتحت القصف وبظروف صعبة شوي. كما كنت أعدكم بالنصر دائما، أعدكم بالنصر مجددا. فمن هون طلعت الفكرة،
كان في شوية صعوبة يعني نقدر نتواصل مع أصحاب المطابع والمحلات والمؤسسات، فالحمد لله فتحوا لنا المطابعهم بوقت حرب تموز وطبعاً الكمية الكبيرة. 2006 كانت مرحلة من الألام لا شك، ولكن كانت رأسنا كان كثير مطلع، ما كان عندنا بلحظة من اللحظات إنه نحن حلب صار أبدا، كنا شايفين دائماً الانتصار، إما النصر وإما الشهادة، أما نعيش إن نكون أزلاء مستحيل. ويطلبوا مني أبونا صلي لنا، أبونا صلي لنا، وأكيد كنت صلي لهم اذكرهم لحتى ربنا يعطيهم النعمة ويعطيهم القوة أنهم ينتصروا على قوى الشر، وهي قوى الشر من العدوان يلي كان العدوان الإسرائيلي بحر تموز. لايك اليوم قديش في عدوانات، هاودي كمان متوازيين مع بعضهم، لاي لأنهم بدون يخربوا الإنسان. ما عمل هالخلل أي حرب أخرى سوى التفجيرات الأخيرة اللي قامت فيها كمان القوى الإرهابية والظلامية، لأنه حطت الموت قدامنا كلنا. إذا الموت هي القصة المؤجلة عندنا باستمرار، صارت هي الشيء الحي. سيدنا يسوع المسيح هو عنوان الشهادة، قدم ذاته في سبيل الإنسان. إجوا اليهود صلبوه قتلوه يخلصوا منه، هيك بيقول إنجيل القديس يوحنا، جئت لتكون لهم الحياة ولتكون وافرة. هالأشخاص يلي استشهدوا في سبيل بقاء لبنان، هودي دم ما راح تسودن لأنهم شهداء، يعني هني عم بيستشهدوا لحتى الآخر يعيش، عم بيقدموا حياتهم لحتى الآخر يعيش. عندي البنت الصغيرة طرحت علي سؤال كثير حلو، انه بابا انت شو شغلتك؟ قلت لها عم تتزنخي انت، شو شغلتك؟ ما بتعرفي شغلتي. قالت لا بدك تقلي انت شو بتشتغل. قلت لها انا بشتغل طبيب اعصاب. قالت لي انا خايفه. شايفه بدك تدمع عيني عليها هلا. فقلت لها اوكي خلص رح حربك خلص. واجهتنا احنا عم ننتقل سياره عم تحترق، فكان الشوفير قال بتخافوا ما بتخافوا؟ قلنا له كلها ابطال من الخوف، ابطال من الخوف يعني. فسكرنا ابواب الشبابيك السياره ومشي بقلب النار مثل الفيلم، مثل افلام السينما يعني. بنفس اللحظه اللي عم نحكي هذا المشهد كانت البيوت بالضاحيه يا عم تتدمر تدمير كامل وعم تنمحي عن الوجود. ليتك تحلو الحياه ليتك تحلو والحياة مريرة ليتك ترضى والأنام غضاب. هذا الهجوم الإسرائيلي استهدف الجنوب بنفس العنف والشدة كما استهدف الضاحية، قصف ودمار وقتل وتخريب. فقصف البيت عندنا بالضيعة، وأهلي بالبيت رجال وامرأة كبار بالعمر فوق 80 وعندهم شغالة، فماتت الشغالة من القصف وهن تصاوبوا اثنين هون اصابات تربى عليها وعشش فيها الدود لانه ما قدر حدا يحكمهم او حدا يشوفهم، والخادمه اكلتها الكلاب فعلا. وهذا الشيء احنا نشرناه بكل العالم، ولما قدرت بكل الطرق عملنا المستحيل حتى قدرنا ننقلهم عبر الصليب الاحمر بعد 15 او 20 يوم من الحرب. ففعلا كانوا ناس كانهم خارجين من المناجم يعني، ضليت انا اكثر من يومين ثلاثه انا ونظف فيهم وانا وعلى حرب مع الديدان اللي عم تاكل جسمهم. وكان دائما مذكرني هذا بيقول شاعر عنا من ضاع شاعر مشهور ومعروف، تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا. لماذا يمكن ان تاتوا اليه؟ الشهاده، نحن عشاق الشهاده بالموت يا حبيبي. العالم يسد الموت من همس الطفل الرضيع بثدي امه. يوم اللي خلصت الحرب رحت على العياده، وصلت حطيت سيارتي بعيدة كتير لأنه ما كان فيي أوصل على العيادة اللي هي بحارة الحراك، لأنه كان منظر غريب وكأنه الأرض مشقوقة، جبال من الرمل نزلت، دمار مش عادي، دمار مش طبيعي. بذكر ريحة البارود، ريحة الدخان اللي كانت رواحي غريبة. كتير ناس بتذكر كانوا حاطين ماسكات، في بنايات
بعرفها حدي ما عاد في بنايات، في شجر ما عاد في شجر ولا شيء. وصلت طلعت على العيادة كانوا يقولوا لنا الرجال ما بيبكي، لا بيبكي، بكيت. كنت لوحدي بس كل يوم وبكيت وبكيت. هذا المكان أنا بنيت حياتي منه، هذا بي دفع دم قلبه لحتى أنا قدرت وصلت لهون. فبتحسي فجأة إجا حدا بده يشلحك إياه. تمام، اللي حصل بالضاحية ما حصل بمكان آخر. أكثر من 875 مبنى تدمروا بالضاحية. تصوري قديش. فهيدا بحد ذاته بيدل على إنه هالمنطقة قديش كانت وقديش كان كل الحقد كان عم ينصب عليها. ما أن وقف القتال حتى ركضوا كلهم قبل كل العالم هن يرجعوا يستردوا أرضهم وحقولهم وبيوتهم، لأنه إسرائيل كانت عم تراهن على تهجيرهم وأنهم يضغطوا هن على دولتهم لإلغاء المقاومة، محاربة المقاومة. الضاحية الجنوبية كانت تعج بالناس قبل الحرب. إجت الحرب هدمتها، حولتها إلى ركام، رجعت مكتظة بالسكان. شعب بحب الحياة ما فيك تروحي له الحياة. أنا وعلى الطريق بلاقي حالي حامل مروحة صغيرة، ما حقها شيء. الأماكن فيها شيء بتخلينا بقلنا خدني معك، أخذت شيء ما له قيمة، ولكن عنالي يمكن كمشتي لقلها، بتذكر كمشتي لقلها هيك، قالت لي إنه أنت بتتكمش بالحياة وبترجع بدك تكفي من جديد، مش رح تنهزم. وفعلا قد وقفنا على عجرينا، وقت وقفت على عجرينا. توقف مرة ختيارة تركض لرجل المسؤول، قالت له ليك يا دولة الرئيس، لا بدنا أكل، لا بدنا شرب، لا بدنا مصاري، لا بدنا أدوية، لا بدنا شيء، بس منترجيكم ما تتركوا السيد حسن لحاله. هيدا الشعب اللي خلق النصر. قد تفتح الأجواء لعشرات آلاف بل مئات آلاف المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذا المعركة. يمكن بغير بلاد بالحروب بيصير في سرقات وبيصير في نهب ولا شيء. أنا عيادتي بقت مفتوحة فترة طويلة بلا بشي، ولا قطعة راح منها. هيدا الأمان بيعني كتير، والناس اللي عايشين هونيك بيعرفوا قيمته وقديش مهم، وبيعرفوا قيمة الناس اللي حمون واللي دافعوا عنهم، كيف حمولهم أرزاقهم كمان، مش بسروا أرواحهم كمان أرزاقهم. بعد ما انتهت المعركة بال 2006 ودخلنا بمرحلة الأعمار، لم ننتظر الدولة لكي تأخذ مكانها. كنا نحن سابقين الدولة. أخذ وقت لحتى دخلت الدولة على الخط. هون كانت المبادرة، هيدا عمل مقاومة. هيدا العمل المقاومة، إن أنت تكوني حينما لا تكون الدولة. أنت عم تقاومي، عم توقفي بالموقف اللي لازم أنا نوقف الإنسان حد الإنسان. بظرف وقت ما بيكون موجود حدا تاني. بدك تسميها قصور، بدك تسميها تقصير لعمل الدولة، وللأسف بوقتها كثير من الهبات انكبت وانزتت بالشوارع وما توزعت. هذه العودة السريعة مع وقف الأعمال الحربية، يعني إنه كيف فجأة مئات الآلاف من الناس بمجرد إشارة من قائد المقاومة عادوا إلى قراهم وإلى بيوتهم وإلى محلاتهم وإلى أشغالهم، لأنه دايماً المشروع الإسرائيلي يعمل على تدمير الحجر وتفريغ الأرض من البشر. بلشت الفكرة أنها لازم نعمل شيء له علاقة بموضوع تجسيد هيدي الأسطورة أو تجسيد هيدي المعجزة. فاخترنا ملعب الري أو العقار اللي هو مقابل ملعب الري، ونفذنا فيه مشروع بيت العنكبوت، مشروع يعني تقولوا الأسطورة اللي صارت بجنوب. حكيناها بأعمال تجسيمية، أعمال تركيبية، أعمال بصرية، لأنه كان في مجموعة كبيرة من الناس عم يجوا سواح أو زوار ليشوفوا شو صار بلبنان بحرب تموز. معرض الثابت كان موجود يعني كفكرة عنا نحن بعد التحرير اللي صار بسنة 2000، ولكن كان النقاش إنه منعمله ببيروت ولا منعمله على عين المكان. أبرز اسم اشتغل ببيت العنكبوت هو الفنان أحمد التيراني، هو فنان تشكيلي
وواحد من الأشخاص اللي هن مبدعين بمسيرة المقاومة، هو مسؤول إعلامي للجنوب، بالإضافة لمجموعة من الشباب من الإعلام الحربي ومن المقاومة اللي شاركت بهذا المعرض واللي ما فينا نذكر اسمه. نحن ما عندنا شيء اسمه ثقافة الموت، نحن عندنا ثقافة الحياة، ولكن نحن عندنا شروط لثقافة الحياة. ما منعيش مطقطقين الرأس، ما منعيش مزلولين. إذا إنسان ما عنده كرامة لشو الحياة؟ كيف منطقة تتدمر بهيدا الشكل اللي تدمرت فيه فعلا خلال فترة زمنية قياسية، كيف يعاد إعمارها؟ يعاد إعمارها من ضمن عشوائيات تتنظم تترتب بشكل مع بنى تحتية حديثة، كانت لا شك أنه مفخرة اللي صار. صراحة هلأ شيء ببيض الوجه، طبعا رجعت انبنيت أحلى مما كانت، حتى العقلية انبنيت أحلى مما كانت، لأن وقت الحرب اللبنانية كانت العقلية شيء، وبعد حرب اللبنانية أنت بدك تغيري عقل، يعني اللي كان عم يقنص هو خيه واللي تقنص خيه، كيف بدك تغيري العقلية هيدي؟ هاي بدك كان وقت. لما حزب الله استلم المنطقة ما بقى في ميليشيات، نحن أولاد المنطقة مسيحيين ومسلمين موجودين من زمان. كان مشروع بيلوت مشروع رائد جديد ما في قبله، خاصة احنا شفنا الحرب الأهلية، شفنا ما بعد الحرب الإعمار اللي صار سواء على مستوى البنى التحتية أو على مستوى الأبنية كأبنية، أكيد كان موديل مختلف. أنا برأيي هذا النجاح الكبير أنه قدرة المقاومة تخلق بيئة شعبية واسعة كبيرة، قوتها إلى جانب قدراتها التقنية والعسكرية، قدراتها بأنها هي جزء من النسيج المجتمعي، جزء من النسيج البشري. البشر هني عاطينا شرعية، البشر هني حامينا، البشر هني واقفين حدا، وكل العمل الدعائي اليهودي الأمريكي الغربي لفصل المقاومة عن الناس ما قدر يحصل. أول فكرنا بالعمل النيابي هو كان الإلماء المتوازن. الإلماء المتوازن هو اللي بيعكس صلاح الدولة، صلاح الدولة بأنه تجعل المناطق كلها مثل بعضها. نحن مبدئياً عملنا مشاريع متعددة للمنطقة، مشاريع بتتعلق بالماء، مشاريع بتتعلق بالكهرباء، مشاريع بتتعلق بالإمدادات، البنى التحتية ككل، إضافة لبناء المستوصفات ومراكز صحية ومدارس بشكل أساسي مع استصلاح الطرقات. قدر السيد حسن نصر الله نقل المقاومة من عنوان لطائفة حطه لعنوان لأمي، لعنوان لوطن، لاستعادة وطن، وصار الدين بالنسبة له هو خزان وليس البرنامج. البرنامج حقوق، استعادة الأرض، وقف العدوان. شيء عم نشهده بعد حرب تموز، بعد إعادة إعمارها، وبعد الانفتاح السياسي الكبير اللي انعمل من 2000 يعني من التحرير أول مرة، واللي شكل رافعته الأساسية، القوة السياسية الأولى اللي موجودة بالضاحية، اللي عملت انفتاح كبير على قوى سياسية تانية، على قوى طائفية تانية. أنا بعتقد لا، هيدا يترجم بانفتاح كبير عكس حاله بظواهر هي ظواهر طبيعية بس ما كانت موجودة بالماضي، اليوم موجودة. أعطينا هالبنيتين لحتى يكونوا إكليركية، لحتى الكهنة يتنشأوا هون. يعني بدي أقول لك بالمنطقة الشيعية بالمنطقة الشيعية، لحتى يكون دليل خير ودليل انفتاح. المجتمع في الضاحية هو المجتمع الذي تجدينه في أي مكان آخر، البعض يصلي والبعض لا يصلي، البعض ربما حتى يأخذ اتجاهاً خارج الدين بشكل كلي. هذا الحوار وهذا الحراك هو جزء لا يتجزأ من طبيعة أي مجتمع يمر بظروف متنوعة من التأثيرات الفكرية والثقافية والدينية وغير الدينية. يعني اليوم بالضاحية الجنوبية بقلب شهر رمضان بتشوف المحجب من فوق لتحت وبتشوف السافر من فوق لتحت،
وكل العالم بيتعايشوا مع بعضهم وبيقبلوا بعضهم، وفيهم يكونوا متفقين بالسياسي وفيهم مختلفين بالسياسي. يعني هيدا معيار الطبيعي العقلاني يلي بيقولوا عن الضاحية انه بتخوف، ان منن شايفينها. خليه يفوت الغريب على الضاحية ما بحس حاله انه غريب، بحس حاله عن جد انه بمنطقته، مثل اي منطقة بلبنان، مثل الاشرفية، مثل بيروت، مثل الجنوب. دائما الناس بتاخد فكرة انه مثلا بيقولوا لك انه هدول جماعة المقاومة بس بيقتلوا بيقوصوا. وقت بلشوا يتعرفوا على شبابنا يتعرفوا علينا اكثر، انه هذا نمط تاني. يعني لا مش نمط تاني، هذا هو ذاته. بس انتوا ما بتعرفوه، انتوا بتجهلوه. المقاومة هي مش بس بندقية. نحن عندنا المقاومة علم كامل، مدرسة كاملة، حياة إذا بدك تاخذيها. المقاومة حياة. يعني المقاومة هي بندقية، هي مدرسة عسكرية، هي أنظمة عسكرية، هي تكنولوجيا، هي نظام اجتماعي، نظام متكامل يؤدي للحياة المتكاملة. هالمقاومة. نحن لسنا ببديل عن الدولة، ولا نقبل أن نكون بديلين عن الدولة، ولن نكون يوما بديلين عن الدولة. نحن نسعى لأن تكون الدولة في مكانها. نحن نطلب، نحن بدنا أن الدولة تكون في هالمكان، وهي بتقوم بكل واجباتها. واللي هلا نحن موجودين عم نتبادل وعم نحاول نحقق كل المشاريع المطلوبة. الناس إلها حقوقها. الإنماء المتوازن هو شرط وأساس أساسي أن يتأمن في الدولة لكل الناس، لأنه ما في واحد ابن جاري وواحد ابن سر. الناس كلهم مثل بعضهم. المنطلق يلي بيشبهنا كمسيحيين مع المسلمين هو صنع السلام، لأنه لما ولد المسيح، السيد المسيح، أنشدت الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. لابد من أنه هالتغير اللي حصل أنه يصير في طفرة هائلة علمية، بحيث أنه الصفة اللي كانت تعطى لأهل الضاحية وللقادمين من الجنوب ومن البقاع ما عادت صفة دقيقة، إنه ناس بس هن جايين من الحرمان ومحرومين لا، صار في ناس تغير وضع الاجتماعي نهائياً. اليوم في مجموعة مراكز طبية، مستشفيات ضخمة بقلب الضاحية، صارت أوسع من خدمة حاجة الناس اللي موجودة فيها. لسيما مستشفى القلب التخصصي لو يعتبر الأول بفتكر بلبنان، صارت صناعة قائمة بحد ذاتها بالضاحية الجنوبية، وصناعة مستقبلة مثل ما حضرتك تفضلتي، سياحة استشفائية حقيقية موجودة بالمنطقة. مثل ما حد هيدي الصناعة، في صناعة تانية اسمها صناعة المدارس، وهذه بالطبيعة بتكون قوة اقتصادية وقوة اجتماعية مؤثرة وفعلة جداً. دكتورة سهى كنت شرارة هي رئيسة قسم الأمراض الجرثومية بالأيوبي بالجامعة الأمريكية، وتعينت بهالمنصب لأنها كانت بوضوح أفضل دكتورة بهالمجال. سهى مش بس عملت القسم بالجامعة وحسنت التعليم فيه، بس كمان حسنت كل وقاية من الجراثيم بالمستشفى الجامعة، اللي جعلتها من أحسن المستشفيات بهالموضوع بالعالم. واحد من هالمرضى قدم باسمها قاعة سهى كنت شرارة، وهنا نجتمع فيها دائماً لنعمل مباحثات. يمكن على مر تاريخ لبنان كان في سمير بنوت اللي هو ابن عمي عايش بأمريكا وصار بطل بأمريكا، وأحمد حيدر بعده بعشرين سنة كمان بأمريكا وعمل بطل بأمريكا. في أنا الوحيد اللي عشت بلبنان وبالضاحية وتحت الكصف وعملت بطل ووصلت مثل ما وصلوا اللي قبله، والحمد لله رب العالمين. هلأ بدنا نحاول نطلع كمان اللي بعدنا إن شاء الله. أنا اليوم عم قول عم حمل حزب الله، يعني زيادة عم بتحمل، عم بقول اليوم هو عم يدعي لقانون نسبي على لبنان دايرة واحدة. اليوم عم يدعي لقيام دولة مدنية. اليوم عم يوصل على محل بالمنطق تبعه، عم يطرح قضايا العلاقة بالأحوال الشخصية لأول مرة. هيدا حجم انفتاح عند قوة يعني مرتكزة على إيديولوجيا الدين،
بتغذي على عنصر اجتماعي طائفي ليوصل لهذا المستوى من الانفتاح، ما بيوصل له لو ما شايف انه الأرضية تبعيته الناس تبعه مع كل تمسكهم بالإيمان تبعهم وبعقيدتهم هني منفتحين لدرجة يقبلوا فكرة الدولة المدنية بلبنان. بس تيجي السيد هاشم صفي الدين يعلن هو مباركته لجمعية تعنى بزرع الأعضاء، تعنى بوهب الأعضاء، يعني في حجم تطور بالفكر استثنائي. هيدا الجانب المدني المجتمعي اللي نحن بعدنا عم نعاني من ضعفه اللي موجود، هيدي كلها منطلقها الضاحية الساحل المتن جنوب، يعني منطلقها هيدي المنطقة اللي عم نحكي عنها. إنه خطاب برج البراجني اللي صار قبل استشهاد أنطون سعادي بحوالي 40 يوم اللي يتحدث فيه مطولاً عن أهمية فلسطين وقضية فلسطين وأنه هذا الموضوع مش بس أمر فلسطيني، هذا أمر لبناني. هالكلام بالـ49 منحسه الآن هو كلام راهن. كل خطاب المقاومة الآن هو انعكاس أمين لخطاب برج البراجني من حيث طبيعة هذه الدولة، من حيث طبيعة حلفاء الدوليين والقوى العظمى الداعمة لها، من حيث أطماع بالمنطقة، ومن حيث خطر على الوجود القومي والعربي بالمنطقة. أنا لما ببني دولة، ببني دولة بكل مفاصلها رغم بسالة الجندي والضابط لا يستطيع أن يقف في وجه هذا العدو الإسرائيلي. لذلك لابد من مقاومة هي تحدث التوازن مع العدو الإسرائيلي، ووجودها ضروري الآن ومستقبلا. اسمعوا منيح، لأنه هذا الحق لحق الدم، هذا إنجاز، هذا انتصار، هذا اعتراف من العدو للي بعدهم بعدهم بنامش. بيقول لبنان بهذا الخطاب بهذا السرير: أعتقد أن إحدى مشاكلنا هي أننا منذ سنة 1977 لم ننتصر في أي معركة. هذا قائد الجيش اللي شعبه يهدد ويتوحد ويرعب ويخوف، هو شعبه يقول نحن مصلحتنا بعد عالين وبدنا هدوء لأعوام طويلة. في دائما مشكل انه المقاومة صنعت انتصارات ميدانية استراتيجية ولكنها ليست صاحبة استثمار هذه الانتصارات. كل من يفهم عني ما اقول فصل القول فذا جرح يطول. ما في حدا بيعمل انتصارات بهيدي الضخامة ما بيكون شريك في السلطة. المقاومة لليوم، وهيدي نقاش بتصير مع قاضي كبار بالمقاومة، بعد برأيهم انه ما اجى الوقت اللي لازم يفيروا هيك. انا بعتقد الارض لمن يحررها، يعني وان مش كان هو عم يحتكرها، بس اليوم أنا بالنسبة لي اقتصادياً الحرب الاقتصادية وحرب الإعمار وحرب إدارة البلد وحرب ضد الفساد بأهمية الحرب بالمقاومة. ما حدا بيقدر يحمي المقاومة إلا بهول، ولكن ما في يقدر الواحد إلا ما يحترم أراء، يعني هول الناس اللي أعطوا نموذج بالانتصار إلا ما يعتبر أنه عندهم اعتبارات اللي بتسمح لهم يمرحلوا بعد لقدام أكتر. أنا بخشى وبخاف حجم الانتصارات الكبير كيف ما بيترجم، بالعكس بيجوا ناس صغار وما بيستاهل يعني حدا يراعي مشاعر، كل شيء له علاقة بالخيانة أو بالارتباط بعدو خارجي، بس أنه أحياناً يعني بيطلع مناصفي أو بيطلع نص بنص أو بيطلع هوليك ربحانين، هذا الشيء بيأذي. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، كيف تدري من على العرش استوى، كيف استوى، كيف النزول، كيف تجلى الله أم كيف يرى، فلعمري ليس ذا إلا فرق.